سورة الجاثية آية 18، الآية 18 من سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بيّن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر بني إسرائيل وأن الله فضلهم وأرسل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الحكم والنبوة، وأنهم لما بغوا نقل منهم هذه الخصيصة إلى العرب وأظهر في العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله محلا لخطابه، فقال له ثم جعلناك، والكاف للخطاب هنا لبيان عظمة الواسطة التي هي محل الخطاب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناك على شريعة، والشريعة هي الطريقة المتبعة التي فيها النجاة. أصلا كلمة شريعة تطلق على الطريق الموصل للماء، ولما كان الماء حياة النفوس كانت الشريعة حياة الأرواح. وعشان كده احنا نقول مركب شراعي، يعني شراعي ليه؟ لأنه بيمشي في المية، له شراع. فكل طريق موصل للماء يسموه شريعة، يبقى الشريعة والطريقة الموصلة للماء أصلا، ده أصلا اللغوي. ثم انتقلت بعد ذلك على الطريقة الموصلة إلى الله حيث تحيا الأرواح والإيه والنفوس بذكر الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني من أوامر الله عز وجل ومن أحكام الله عز وجل ومن معرفة الله عز وجل، فاتبعها. وهذا الأمر أمر تكليفي وجوبي، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهم مشركي العرب الذين كانوا يتفاوضون مع النبي، مرة يقولوا له تعبد إلهنا يوم وإحنا نعبد إلهك يوم، طب تنزل لنا عن كذا وإحنا نتنزل عن كذا. قال لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تفضل يا سيدي. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. إنهم أي الذين يتبعون الأهواء وهم المشركون، لأنهم عبدوا ما يهوون ولم يعبدوا من يستحق العبادة، فكل واحد على حسب هواه اختار له إله. منهم من خلق اختار الأصنام، ومنهم من اختار النار، ومنهم من اختار الماء، ومنهم من اختار الحيوان، ومنهم من اختار النبات، فعبدوا الأشجار وعبدوا حتى الحشرات، حتى الجعارين الخنافس عبدوها، حتى القطط عبدوها. فكل واحد اختار له على هواه إله. فكل هؤلاء بقى يقول عنهم الله إنهم لن يغنوا عنك أيها المكلف، إنهم لن ينفعوك، يعني لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين، يبقى كل من عبد سوى الله ظالم، لأن الشرك ظلم عظيم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، لأنهم تناصروا فيما بينهم على على قتال هذا النبي ومنع هذا النبي. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. وزي الوقت برضه لما اليهود اجتمعوا مع نصارى أوروبا وأمريكا على على قتال المسلمين، هم نفس القصة، هي بتاع زمان، هي تتغير الأسماء وقصة واحدة. يجتمعوا، هم اختلفوا في كل شيء واجتمعوا على حاجة واحدة، على قتال المسلمين وعلى إنزال الضر بالإسلام والمسلمين، وفيما دون ذلك اختلفوا في كل شيء. وبالتالي أولياء بعض أي اجتمعوا على قتال أهل الحق. وإن الظالمين بعضهم
أولياء بعض، بصلة ميم الجمع مع المد ست حركات قراءة ورش. والله ولي المتقين، والله ناصر للمتقين وحامي لهم وهادي لهم ومرشد لهم وحبيب لهم، يتودد إليهم ويثيبهم، ويثيبهم على إيه؟ على طاعاتهم. والله ولي المتقين، وولي كلمة مشتركة تطلق على الله وتطلق على المؤمن، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي وربنا ولي، كلمة مشتركة لكن تختلف مرتبتها باختلاف ما نسبت إليه. فلما نقول الله ولي يبقى ولاية تتناسب مع الإله، ومن قل المؤمن ولي ولاية تتناسب مع العبد الصالح، لأن كل معنى تتفاوت مرتبته بتفاوت من نسبت إليه، واخد بالك. أما نقول فلان كريم والرسول كريم وربنا كريم، كلمة واحدة لكن تتفاوت مراتبها بتفاوت إيه؟ من أضيفت إليه. كذلك أولي تطلق على إيه؟ على العبد الصالح، وتطلق على الله. يبقى إيه؟ كلمة مشتركة ولكن تتفاوت في المرتبة. والله ولي المتقين. تفضل يا سيدي. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا إشارة إلى القرآن والوحي، القرآن والسنة. يبقى هذا يعني ما جعلك على شريعة فيه، والشريعة لا تكون إلا بالقرآن والسنة، فهذا إشارة إلى القرآن والسنة لأنهم وحدة واحدة. هذا بصائر للناس، بصائر للناس جمع بصيرة، والبصيرة هو إيه؟ العلامة التي توصل إلى النجاة. كان أصل البصيرة عند العرب إيه؟ عبارة عن علامة يضعها اللي بيطلب ثأر من قتل من أقاربه، فيجيب حتة صوفة ويحط ويعصها دم ويخليها في ظهره طول ما هو ماشي. العرب تشوف البصيرة دي يسموها بصيرة، العلامة اللي فيها الدم دي يسموها بصيرة، واخد بالك، يعرفوا ان ده بيطلب ثأر وانه قتل احد أقاربه ويطلب دمه، فيسموا العلامة دي ايه؟ بصيرة. دي أصلها اللغوي، أصلها اللغوي كده، ثم أطلقت بعد ذلك على إيه؟ على نظر القلب، فيطلق على إيه؟ عين القلب يسمى بصيرة، وعين الوجه تسمى باصرة، واخد بالك ليه؟ لأن عين القلب ترى البواطن، وعين الوجه ترى الظواهر، وكل ظاهر له باطن، وكل حق من ورائه حقيقة، فهمت؟ وبالتالي هذا بصائر للناس يعني علامات تنجيهم، طول ما انت ماشي وراء علامات القرآن والسنة تبقى في النجاة، تبقى ماشي على بصيرة يعني على هداية. ثم بعد ذلك صارت كلمة البصيرة تستخدم بمعنى الهداية، نقول فلان على بصيرة من ربه يعني على هداية من رب. شوف كيف تتطور الكلمة من المعاني الكثيرة، ثم بعد ذلك تستعمل في معنى في الغالب يدل على الهداية في الآخر، آخرها لما نقول فلان على بصيرة يعني إيه؟ يعني على هداية، يعني عارف سكته، عارف طريقه، مش تايه في الدنيا، لا ده ماشي على بصيرة يعني عارف طريقه، واضح أمامه الطريق واضح. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم مين؟ يوقنون، مش لكل الناس بقى. يبقى ايه؟ هذا بصائر للناس لكل الناس، ولكن لا يكون هداية الا للموقنين، لا يكون هداية الا ايه؟ للموقنين. لكن هو بصائر لكل الناس، فمن كان موقن بانه حق صار هداية له. وهدى ورحمة لقوم يوقنون. تفضل يا سيدي.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقف مش حلو، وقف مش حلو يا عم الشيخ. هتقول تقع على سواء عشان توضح المعنى، خد بالك. يلا يا شيخ. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أيوة كده حلو، خد نفس كده وانطلق عشان تقف ايه في وقفة حلوة، فاهم؟ تاخد نفس عميق وتبتدي تطلعه في القراية، تقوم تجيب الجملة كاملة واضحة، فاهم؟ يلا يا سيدي. ساء ما يحكمون. نعم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني ايه؟ جاية من الجارح، يعني فعلوا السيئات بجوارحهم، فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده يسموه ايه برضو الجوارح، اللي هي ايه جوارح الصيد، علشان بتصطاد اكلها ورزقها ايه بايديها وبمنقرها، يسموها الجوارح من الصيد. يبقى ايه اجترحوا السيئات يعني فعلوا السيئات بجوارحهم، واخد بالك؟ يعني اكتسبوها بايديهم وبالسعي في الفساد بارجلهم وبالنظر الى المحارم بعيونهم وبسماع أخبار المؤمنين والتجسس عليها بآذانهم وأكلوا الحرام وذاقوه بألسنتهم، كل ده جوارح واجترحوا السيئات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، يعني متساوين، تقف على سواء تمشي، يبقى المعنى كده. لكن لما تقول تقف وعامل الصلاة، طب ايه؟ ايه يعني جملة ما كملتش؟ لازم لما تقف تقف على جملة مفيدة، فهمت بقى ازاي؟ يعني هل تعتقد أيها العاقل أن الله يجعل المؤمن الصالح الذي يعمر الأرض وينصح للناس ويعبد ربه يستوي في المحيا وفي الممات مع الكافر الفاسد القاتل المجرم الذي يجترح السيئات؟ كيف تظن هذا أيها العاقل أنهم يستوون في حياتهم وفي موتهم؟ لابد أن يتفاوتون، فهمت بقى إزاي؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني متساوين في المحيا والممات، لا يستوون طبعا. سواء هكذا بالفتح مع التنوين قراءة حفص والأصحاب، يعني الكوفيون ما عدا شعبة يقولوا إيه سواء، يعني اللي هم مين؟ حفص وحمزة والكسائي وخلف، يقولوا سواء. باقي القراء سواء محياهم وماتهم، فهمت بقى؟ يبقى عندنا قراءتين، سواء محياهم ومماتهم، سواء محياهم وماتهم. ساء ما يحكمون ليه؟ لأن بعض كفار قريش قالوا إيه؟ قالوا لما ربنا أكرمنا في الدنيا وادانا أموال وادانا صحة وادانا عافية وادانا أولاد، يبقى زي ما أكرمنا في الدنيا حتى لو في آخر هيكرمنا بار، فهمت إزاي؟ يعني عايزين يخلوا طالما ربنا اداهم في الدنيا يبقى أكيد هيديهم في الآخرة برضو، لو كان في آخرة أصلا، على افتراض الجدل. فنزلت الآية ردا عليه، فهمت بقى؟ ده سبب نزول هذه الآية، لأن بعض الكفار جادلوا النبي وقالوا والمؤمنين وقالوا إيه؟ إن حتى لو فرض جدلا أن هناك آخرة، فالذي رزقنا في الدنيا رزقنا في الآخرة، والذي أعطانا في الدنيا أعطينا في الآخرة، فهمت إزاي؟ فربنا رد عليهم قال لهم لا، هيهات هيهات أن تكون الآخرة إيه؟ تستوي للكافر مع المؤمن، لابد أن يكون هناك فرق كبير بين الذي عمر وعبد ونصح وبين الذي كفر ودمر وأفسد. يلا يا سيدي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق
ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني لحكمة، وهذه الحكمة هو أن يميز الخبيث من الطيب، وأن يميز بين المؤمن والكافر، وبين العابد وبين إيه وبين إيه العاصي، وهكذا. لابد أن يبقى فيه حكمة، والله سبحانه وتعالى منزه أن يكون أفعاله هذه بغير هدف. وبالتالي وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، حتى يتم حساب كل إنسان بما اكتسب، دليل على كسبه، دليل الاختيار، اللي يقول لك الجبر، نحن مجبورين. كسبت يعني بيكتسب، يكتسب يعني يختار ويفعل، يبقى فيه الاختيار والكسب. فهمت؟ أثبته الله سبحانه وتعالى. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، واللام رقيقة عند الكل وفخمة عند ورش، يظلمون، يظلمون، ده ورش. تفضل يا سيدي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نعم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يعبد من يهوى، كل واحد يختار الذي يعبده على هواه، على رغبته، حتى أنه هناك من يعبد نفسه، يعني يعبد نفسه يعني يطيعها في كل شيء، لأن العبادة هي الطاعة، فإن أطاع نفسه في كل ما تأمره يبقى معناه عبد نفسه. أفرأيت بغير همز هكذا، إيه؟ أو بحذفها بالكلية، ده نافع إيه؟ نافع والكسائي بتسهيلها وبحذفها بالكلية. يقولوا إيه؟ أفرأيت، أدي التسهيل، أفرأيت بغيرها خالص، أفرأيت، شايف تسهيل، أو أفرأيت بغير همز، ده قراءة نافع والكسائي بالحذف أو بالتسهيل، أما باقي القراء فبإثبات الهمزة الثانية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهيبقى فيها إمالة عند من يميل، هواه هيبقى فيها إمالة، وأضله الله على علم، يبقى ربنا ما إيه؟ ما ظلموش، ده أعلمه وجعله يدرك كل شيء فاختار هو الضلالة، يبقى إيه؟ وأضله الله على علم، يعني بعد أن أعلمه وأقدره على أن يعلم، يبقى أقام عليه الحجة. فلما اختار هواه ربنا عمل إيه؟ ختم على سمعه فلا يسمع ما ينفع، وقلبه فلا يبصر حقيقة الدنيا وما بطن فيها من حكمة وتدبير، وجعل على بصره غشاوة فلا يرى آيات الله بعين بصره، وجعل على بصره غشوة، القراءة الثانية إيه؟ غشوة، قراءة الأصحاب حمزة والكسائي وخلف، وجعل على بصره غشوة فمن يهديه، يبقى عندنا قراءتين، غشاوة غشوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد، خلاص. لماذا؟ لأن الله تخلى عنه، ولماذا تخلى عنه؟ لأنه هو الذي اختار الكفر، أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، قراءتان، تذكرون دي قراءة إيه؟ الكوفيون ما عدا شعبة، حفص والأصحاب يعني،
يقولوا تذكرون، وشعبة وباقي القراء يقولوا إيه؟ تذكرون بالتشديد. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مداد كلماتك ما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكري الغافلون.